تعرفنا في فيديوهات سابقة على طريقة التسجيل في بنك وايز وإرسال الأموال واستقبالها وربط حسابك في وايز مع بيبال. سوف نتعرف في هذا الفيديو على طريقة إنشاء حساب تجاري على بنك وايز. قبل إنشاء حساب وايز تجاري عليك تأسيس شركة في بريطانيا. ادخل لموقع First Formations وهي واحدة من أفضل المنصات لإنشاء شركة في بريطانيا، وتتميز بالجدية وتوفر لك باقات متعددة. أقل باقة بتكلفة 30 جنيه استرليني، وهي توفر الكثير من المعلومات التي تحتاج إليها للتسجيل في العديد من المواقع التي تحتاج وثائق لشركات أجنبية مثل وايز. اضغط على Order وأدخل اسم الشركة، اضغط على Submit وتشير العلامة الخضراء إلى أن اسم الشركة متاح ولم يتم التسجيل فيه مسبقا. إذا لم تظهر لك هذه العلامة عليك تغيير الاسم. اضغط على Save and Continue. اختر الباقة المناسبة لك، وكل باقة تعطيك وثائق مختلفة عن الباقة الأخرى. وافق على الشروط واضغط على Check Out. ادخل البيانات الخاصة بك، الاسم الأول والأخير ورقم الهاتف والعنوان، واختر طريقة الدفع وبيانات الدفع الخاصة بك، وسيقوم الموقع بالتواصل معك بواسطة البريد الإلكتروني أو عبر الموقع ليطلب منك صورة البطاقة الشخصية وصورة جواز السفر، وعند الموافقة ستحصل على كافة معلومات الشركة البريطانية التي حصلت عليها. الآن افتح موقع بنك وايز واضغط على بزنس، ثم اضغط على Get a Wise Business Account. أدخل البريد الإلكتروني واختر حساب تجاري. أدخل الدولة وهي بريطانيا لأننا أنشأنا شركة في بريطانيا. في الخطوة التالية يطلب منك رقم الهاتف، ويمكنك إدخال رقمك الحالي وأدخل كود التحقق، ثم أدخل كلمة السر الخاصة بك. الآن عليك إدخال تفاصيل الشركة البريطانية التي قمت بإنشائها. أدخل اسم الشركة، ثم أدخل المعلومات التي حصلت عليها من موقع First Formations. على Confirm، ومرة أخرى سيطلب منك معلومات أخرى عن الشركة البريطانية الخاصة بك والتي حصلت عليها عند إنشاء الشركة. أدخلها ثم اضغط على Continue. أدخل الآن بياناتك الخاصة، الاسم الأول والأخير وتاريخ الميلاد والعنوان والرمز البريدي. وعليك الآن الاختيار بين الحساب Limited والذي يكون عليه قيود كثيرة، والخيار على اليمين هو الحساب الكامل وهو ما سوف نحتاج إليه الآن، والذي يدعم العديد من العملات. يدعم الإرسال والإيداع من وإلى جميع البنوك في العالم، لذلك يعد حساب تجاري عالمي. تكلفته 16 جنيه استرليني لمرة واحدة فقط. الآن عليك اختيار أنواع الحسابات التي تريد فتحها على وايز، ويمكنك فتح الحسابات المتوفرة كلها بنفس التكلفة أي بدون رسوم. حدد العملات التي تريدها واضغط على Continue. معلومات حسابات بنكية لكل عملة من هذه العملات.
حساب التجاري بأنه يمكنك الحصول على البطاقة، لأنك في حال التسجيل كحساب شخصي لا يمكنك طلب البطاقة إلا إذا كنت تقيم في الدول الأوروبية. أما في حال التسجيل بحساب تجاري فيمكنك طلب البطاقة، فقط اضغط على كارد واضغط على أوردر.